هنزل مقادير الرز قبل اي حاجه عشان اقول انا بعمل ايه. انا بحمصه تحميصه كده، عايزه اديله طعم معين، ولو هو زي ما قلت لحضراتكم عندكم بايت ما يجراش حاجه، هنعمل نفس الوصفه بس من بعد ما اكون سويته. هضيف كده الاول ميه، بسم الله، سخنه، كل كوبايه رز مصري عليها كوبايه من الميه. لو هو مش مغسول، طب لو اتغسل عليها كوبايه برضو بس ما يكونش منقوع. خلاص يبقى انا شطفته بس ومن المصفى وعديته فيها وخلاص، لكن لو نقعته هياخد اقل من كوبايه، ياخد كوبايه الا ربع او نص كوبايه على حسب، لان هو طلعنا نسبه نشا من اللي فيه، فلو زودت ميه هيعجن. بسم الله. طبعا الميه لازم تبقى سخنه جدا. خليني بس ابعد ده شويه هنا، معلش، عشان الميه سخنه قوي. بسم الله بسم الله بسم الله. من كل النواحي، بس تهدى شوية بس. أيوة أهو، بس كده تمام. أنا بقى عايزة الرز كده زي ما حضراتكم شايفين يغلي. أول ما بيغلي كده بحطه على نار هادية. أنا هنقله دلوقتي حالا على نار هادية. أخد كده للنار دي، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل مقادير الرز الأول نقولها مع بعض. بسم الله. عندي مقادير الرز للبشاميل، طبعا الرز عندي كوبايه ونص من الرز المصري منقوع ومتصفي، او لو حضراتكم زي ما قلت لكم هتعملوه من غير نقع لو هي يعني شركه كويسه. عندي زيت بنحمص فيه، عايزين تحطوا معاه فصين مستكه تدوله كده تطعيمه حلوه مفيش مشكله خالص. وبعدين عندي البشاميل بقى، البشاميل ده معتمد للمكرونه بالبشاميل، للكيس الواحد كيس بشاميل واحد يعني 350 جرام، لو 500 هتزودوا يبقى لتر ونص عشان ابقى واضحه مع حضراتكم تلاقوها جوسي وجميله. طيب ايه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن لتر من اللبن على 3 معالق كبار من الدقيق على 3 معالق زيهم من الزبده او السمن زي ما حضراتكم تحبوا، وعندي رشه جوز الطيب لان طبعا احنا اتفقنا انه الصوصات البيضه بتحتاج جوز الطيب. عندي بقى كمان بهارات لحمه نص معلقه، كاري لو انتوا حابين للاضافه للطعم مش عايزين شلوه، مرق وملح وفلفل. بضيف شويه مرق وشويه لبن، لو عايزين تزودوا البشاميل جزء مرق وجزء لبن مفيش مشكله. طيب الوش بحط شويه موتزاريلا. هنا بقى عندي الرز، بصوا بعد ما هديت النار عليه حطيته هنا يتشرب على نار هاديه اهو، بعد ما كانت الميه بتغلي، وهنا كفته داوود باشا اهي هديت عليها برده شغاله زي الفل. هنا شايفين الرز، هبدا هنا اشتغل البشاميل. اول حاجه هحطها في البشاميل هاخد كده الزبده والدقيق، شايفين الجمال. طيب حلو قوي، بصوا بقى كفته داوود باشا اهي، شايفين عامله ازاي، تغلي على الهادي كده وبعدين ايه هنغرفها مع بعض. وادي الرز اول ما بيبدا يغلي اروح مهديه النار عليه على اني هطفي، كاني هطفي، وهسيبه ياخد وقته لحد ما يتشرب. تمام، تعالوا بقى الاول ننزل نعمل البشاميل سوا. هحط كده دي على النار وهاخد الدقيق اول حاجه، بسم الله، هنعاير مع بعض. السمنه قد الدقيق بالظبط، 3 معالق 3 معالق 3 معالق سمنه او زبده او 3 معالق دقيق زيه، معلقتين يبقوا معلقتين. لازم اعرفه، فهمتوني كده؟ هنقلب كده تقليبه حلوه، ودي بتخلي الدقيق يطلع الطعم الني اللي فيه. بصوا عشان انا حطيت واحده هرميه واتنين عاديين، فهناخد الفرق اللي بينهم عشان يبقوا 3 معالق هرميه، يعني كل واحده هرميه. بصوا كده هنشوح تشويحه حلوه كده، وهجهز اللبن كده. نقلب كده. من عندي يا نودي. بصوا كده هننزل بقى باللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، مع التقليب المستمر. لو حضراتكم القصه دي بتضايق بعض الناس وبتخليها ما يبقاش معاها البشاميل غير مكلكع، ارفعوا الطاسه او البان دي من على النار وضيفوه براحتكم خالص علشان
تعملوه صح وتقلبوه كويس. عايزه اقول لكم البشاميل ده اصلا يعني صوص من الصوصات الفرنسيه الاصل طبعا، واتسمت على اسم رئيس الخدم للحاكم لويس الرابع عشر من اكتر من حوالي يعني 350 سنه كده. دي فهم مشهورين قوي بالصوص الوايت صوص ده، مهم قوي عندهم او صلصه البشاميل دي. بصوا بقى هنقلب كده وهوريكم الصوص هيبقى عامل ازاي. طبعا ده لتر من اللبن، بنقلب بقى تقليبه حلوه كده، وبعدين بحط انا معاه رشه ملح بسيطه، رشه فلفل، يفضل فلفل ابيض لكن لو ما فيش مش هيجرى حاجه، وطبعا طبيعي جوزة الطيب اهي، لازم جوزة الطيب في الوايت صوص، اي صوص ابيض بنحط له جوزة الطيب. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده. فوائد جوزة الطيب كتير الحقيقه، في ناس يعني بيعملوها وصفات كتيره، يعني في ناس ممكن تحط منها جزء كده مع العسل النحل عشان يقولوا بتمنع القيء او الغثيان والدوخه احيانا. هي مفيده للاسنان جدا، بتحمي من التسوس، والحقيقه هي بتساعد مع الحميه الغذائيه او مع نظام غذائي، هي بتساعد على حرق الدهون بشكل كويس، وبتعمل تنشيط للدوره الدمويه اللي فروه الراس. زيت بقى جوزة الطيب بيقولوا انه بيقال عنه انه بيسهل من عمليه الولاده لو اتدهن، فدي بقى حاجات بتبقى قويه، وبيشيل الرؤوس السوداء في بشرتنا. في ناس كتير بتحطه مع ماسكات لان هي فيها نسبه حديد عاليه على فكره، بتعزز كرات الدم الحمراء. بصوا كده هنقلب بقى تقليبه حلوه للبشاميل، وهنا الرز بدا اهو هيبدا على انه يتشرب اهو، وهنبدا نغرف بقى جوه كفته داوود باشا. بصوا كده لسه هسيبه شويه قدامه شويه صغيره عشان بس حضراتكم تبقوا شفتوه، دي ما قبل يعني. بصوا بقى هنبدا نقلب البشاميل كده لحد ما يتماسك وياخد الايه القوام معانا. هعلي بس النار هنا زياده شويه، ايوه ايديا فيه طبعا طول الوقت. طب هفترض لا قدر الله لا قدر الله تكتل مع حضرتك، اضربيه في الخلاط وصفيه، ولا تضايقي نفسك ولا تزعلي ابدا، عادي جدا ده وارد ومفيش مشكله. انا ليه بس قلت لحضراتكم عشان نص كيلو المكرونه بالذات، في المكرونه في ناس بتحب المكرونه تبقى فيها صوص شويه كريمي كده، فلو هنعملها نص كيلو 500 جرام هتبقى لتر ونص من اللبن، لو هنعملها 350 جرام على الكيس اللي بنشتريه من السوبر ماركت هيبقى لتر اللبن كويس. خلاص دي كده ايه، بس دي معلومه. طبعا يفضل الفلفل الابيض، وقلنا جوزة الطيب، رشه ملح وفلفل، ممكن تحطوا بهارات من السبع بهارات عادي جدا. انا هطعم برده هنا بالسبع بهارات في البشاميل بتاعي اللي مع الرز، وهنا هقفل الرز بقى، انتوا ما شفتوهوش صح؟ تمام، هنطلع بقى لاستراحه، اكون انا جهزت صوص البشاميل، ونرجع بعد الاستراحه نكمل مع بعض الوصفه ونشوف هنعمل ايه حلو سريع. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. كفته داوود باشا بتصلصل تمام، سايبينها اوريكم بقى قوام البشاميل. بصوا تحسوه كده ميه او خفيف، بس هو لا هو مظبوط، لان كل ما بيقعد كل ما بيتقل. فهوريكم دلوقتي القوام الصح، بصوا وانا بقلبه تحسوه كده خفيف خالص كانه زي الميه، ما ينفعش هتقله عن كده. الوصفه دي او المقدار ده مظبوط جدا. بصوا هوريكم بقى ازاي تعرفوا، اهو بظهر المعلقه هعمل كده خط في النص، تاني خط في النص، لو الخط ده الاثنين ما جوش على بعض يبقى هو كده القوام المظبوط ليه. خلاص لو جم على بعض يبقى لسه القوام ده خفيف ومحتاج شويه. خلاص طيب هبدا بقى اخد البشاميل، عشان الرز يستوي كمان فيه لازم يكون بشاميل خفيف. طيب هاخد كده بقى باللوش، بسم الله. الاول عشان انا هضيف شويه جبنه موتزاريلا فانا هحطهم الاول هنا على الوش، وهصب فوقهم البشاميل فتسيح وتبقى ملتد كده وسخن. لو حطيتوها على الوش من فوق هتلاقوها ايه بعد البشاميل، هتلاقوا لا الجبنه دي ممكن تتشعوط شويه كده وتدي شكل مش حلو، زي ما تبقى جوه البشاميل نفسه وتبقى ايه خليط واحد بيمط كده حلو. هنحط كده شويه هنا كده، خلاص. وهاخد اللوش وهبدا اصب، بسم الله اهو، بسم الله اصب صبه حلوه كده كده كده. الرز احنا يعني مستوي كويس، اللي هيحط رز نص سوا
ممكن يخف كمان البشاميل سنه عن كده. اللازانيا هتطلع بنفس الطريقه، بنفس نوعيه الصوص ده. هننزل بقى لمدام سعاد صوص الباربيكيو حبيبتنا مدام سعاد. بصوا بقى كده، تمام جدا اهو، شايفين ازاي؟ بس كده حلو قوي. ممكن نعمل منه طواجن صغيره كمان تبقى رائعه. الاول ندخل ده الفرن مع بعض كده، هيبقى الفرن عندي انا هو كله مستوي. هو كله مستوي، بس كل الفكره اللي بقولها لحضراتكم انه ياخد لون جراتان حلو كده والرز مستوي. لو الرز مش مستوي يبقى هياخد له بتاع 25 دقيقه لحد ما يتشرب، والصوص البشاميل يبقى خفيف شويه. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو حلو الكلام. بس هنقفل بقى. كلام جميل زي بوجي. طيب نقول بقى صوص الباربيكيو لمدام سعاد واحنا بنغرف الايه الداوود باشا، صح كده؟ يلا بينا. يلا عندنا نص كوبايه من خل التفاح يا مدام سعاد، وعندنا كوبايتين من صلصه طماطم. ده يعمل معاكي كميه كبيره، لو انت عايزه كميه صغيره نصنصي الكميه، يعني خدي نص المقادير دي. عندنا كوبايه ونص من الكاتشب، تلت كوبايه من المستردة، وعلى فكره ده بديل الصوص الباربيكيو، مش هو بالملي بس بديله بيدي طعم حلو قوي. ربع كوبايه دبس رمان، وعندي تلت كوبايه مستردة، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، وعندنا كوبايتين ونص من الميه، وتلت كوب من العسل، و ماشي حبايبي على مهلكم. عندنا بقى ربع ورشستر شاير صوص، ده صوص بيتباع جاهز كده في السوبر ماركت، بيدي طعم روعة لكل هي خلطات اللحوم والفراخ. وعندنا معلقتين من البابريكا، معلقة كبيرة من حبوب الخردل من عند العطار، فلفلتين أحمر مفرومين، معلقة صغيرة توم باودر، معلقتين كبار بصل باودر، وطبعا ملح وفلفل. تعالوا بقى نشوف كده في باقي ايه عندك يا نودي، في باقي حاجة كده؟ خلصتوا؟ طيب دي الخليط. بصوا بقى كفتة داوود باشا جميلة ازاي، الصوص بتاعها يجنن. بصوا بسم الله، عايزة اقول لكم دي برضو في المناسبات وفي رمضان بتبقى حلوة قوي الكفتة داوود باشا دي، يعني من الحاجات اللي في العزومات حلوة. ما هو طبعا هي صح، هو ده بديل، بس في ناس بتحب تعمله بكميه. هو بيبقى غالي طبعا في السوبر ماركت، عشان هما في الكنترول بيقولوا يعني ايه ان الواحد احيانا شراء الحاجه بتبقى اسهل كتير من ان احنا نعملها، لان بتبقى عشان اعملها الطعم اللي قريب من الحقيقي بتحتاج حاجات كتير ان شاء الله. بصوا كده شايفين، دي كفته داوود باشا، هجيبها كده اجيبها لكم ازاي. بسم الله، احطها لكم هناك في التقديم وانتوا استعرضوا زي ما انتوا عايزين. خلاص بسم الله، وهمسح هنا طرف الطبق كده وهنا. اوكي، وصحة وهنا على قلب حضراتكم. طيب احنا كده خلصنا دول، تعالوا بقى نعمل، تسلم ايديكم وعينيكم من فوق، انا عايزاها من فوق لو سمحتوا، عايزه الكفته من فوق عشان الناس تشوف كده شكلها حلو امور من فوق. ايوه تسلم ايديكم، شكرا. ماشي حبيبتي، قول اتفقنا.